السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم متابعين قناتي على اليوتيوب. رحب فيكم جميع. بذكر اللي عم شوفني لاول مره ما ينسى يضغط الزر الاحمر مربع اشتراك ويفعل الجرس حتى يوصلوا اشعار بكل وصفه مننزلها. اليوم جايبت لكم وصفه الجبن المشللي لرمضان، طبعا غنيه عن التعريف، تنعمل من الحليب التازه يلي بيجي من المزرعه مباشره، بيتم غليه وتخميره بالمنفحه، كمان بعدين بنصفيه وبنعمل له مرحلة تخمير. بس أنا للأسف الحليب يلي عندي هون بالهند طعمته مانا طيبة، وكمان الجو كتير شوب، لهيك اضطريت ساويها بالجبنة الموزاريلا. خلونا نشوف الطريقة والتحضير مع بعض. بيلزمني كمية من الجبن، أنا عندي هون جبنة موزاريلا 5 قطع، كيلو. هلأ هي نفسها الجبن يلي بنستعملها للبيتزا وللساندويش، ونفسها بتحلوها وبتعملوها للحلويات اللي بتحتاج جبن. شايفين وزن العلبة 200 جرام، أنا عندي 5 قطع يعني كيلو كامل. هلأ أول شي بدنا نجيب الجبن، بدنا نقطعه لشرائح بالسكين لحتى يصير سهل ذوبانه على النار، أو بتبرشوها بالمبرشي حسب انتو ما بتحبوا. شايفين بهالشكل هذا. رح نحتاج كمان ملح صخري، معلقة طعام كبيرة، ورح نحتاج لحبة سودي حبة البركة، كمان رح نحتاج مي باردة مثلجي أفضل. هاي بدي حط فيها قطع الجبن ليبردوا ويتماسكوا، وهي بدي بل إيدي فيها أثناء تشكيل الجبن. حطيت الجبنة بعد ما قطعتها بوعاء على النار، وهلأ بنحركها بالمعلقة لحتى تبلش تدوب. بنحط معها الملح الصخري، يعني ملح نحط نص معلقة، وحبة البركة كمان نص معلقة، نقسم الكمية بالنص. أنا حطيت هلأ 3 قطع جبنة موزاريلا، وراح أحط قطعتين بعدين على مراحل. يعني هلأ إذا ما بزلت معكم مي الجبنة فيكم تضيفوا مي عادية فوقها حتى يصير سهل ذوبانها. احيانا بتكون ميتها كتيرة ما بحاجة لوضع مي اثناء التدويب، بس هون جاي ناشفة كليا اضطريت احط شوية مي معها. شايفين هلا بلشت تسيح معنا. هلا النار خلوها وسط بس بتبلش تدوب كليا، تصير كلها قطعة واحدة. من ننزل النار الهادي جدا ومنطفي عليها بالاحرى بس دابت معنا حتى ما تجلتين، نرجع ندوبها مرة تاني ونشكلها. وهلأ بنشوف المراحل مع بعض. شايفين بحاول كبسها منيح لأتأكد إنها دابت كلياتها بهالشكل هذا. شايفين هلأ أنا بدي أخذ منها قطع وساوي منها الجبنة. هلا مثل ما قلت لكم راح اقسم منها قطع وشكل الجبنة المشللة حسب ما بدي انا الحجم. باخد قطعة من العجينة رافعتهم انا هلا مع النار، وبس بدي ارجع اخد كمان بدي ادوبها شوي صغيرة حتى اقدر شكلها. وبنخلي المي الباردة جنبنا لأنها كتير ساخنة، ونكون حذرين وسريعين بنفس الوقت. كمان شايفين هلأ بنعمل فتحة بالوسط، بنحاول نشدها منيح هيك. بهالشكل هذا بنتنيها، بنرجع بندخل الحلقات ببعض وبنشد بهالشكل هذا. كتير ساخني عم استعمل المي الباردة، بعمل لها هاي الحركة ضرب لحتى الخيوط تنفصل عن بعضها. بعدين شايفين بشد وبضربها بهالشكل بين ايدي. قد ما بدكن الخيوط حجمها
بتضلوا بتصيحوا فيها وبتشدوها. هالشكل هذا بس حسيتوا انه ما عطت مط معكم ابدا، هون وقتها بتوقفوا بتقفلوها وبتربطوها بشكل عقدي. شايفين؟ وتذكروا كل شوي تنفضوها نفض هيك بالشكل هذا. هلا انا معي ما عطت مط اكثر من هيك، بدي اربطها وشكلها مثل الجدولي. هيك بصير شكلها، بحطها فورا بالمي الباردة المثلجة. هلا كمان رح ساوي وحدة تانية قدامكم نفس الشيء، برجع باخذ قطعة، طبعا دوبتها شوي على النار لأنه بردت مشان تساعدني تمط أكتر تتشكل. شايفين؟ بنحاول نشدها بالبداية كتير منيح، نفتحها بعدين نضب الحلقات على بعض ونشد، ونفس الوقت كمان نضربها بين ايدين لحتى ناخد شكل خيوط المشللة. اذا حسيتوها بردت شوي معكم ممكن تحطوها بالمي الساخن اللي بالوعاء اللي دوبناها فيه، وكمان بترجعوا بتشدوها بتلين معكم كتير منيح. شايفين؟ هلأ ما تتشد معي، بربطها وبعقدها بحطها بالمي الباردة. كمان هي عندي هون هلأ آخر وحدة، يعني كل قطعة 200 جرام عملت لي وحدة مشللة. الحجم اللي انتو بدكم اياه فيكن تقطعوا وتساووا على كيفكن على راحتكن. شايفين هلا هون كل ما كبرناها اكثر تاخدوا خيوط اكثر. بنلف ومنشد بنلف ومنشد لحتى توقف ما تتمط معنا. وبذكركم كل شوي بتعملوا لها هاي الضربه او الخبطه بين الايدين. اذا انقطعت معكم ما في اي مشكله، بتتابعوا كمان الشغل. النكهات هي حسب الرغبة، فيكن تضيفوا المحلب، في ناس بيحطوا المستكة، هذا الشيء خيالي بيرجع لكم. أنا ما بحب أحط غير حبة البركة والملح مثل وقت نشتريها جاهزة من السوبر ماركتات. شايفين؟ هلأ هيك عندي الكمية خلصت، بنتركها بالمي الباردة لمدة ربع ساعة لحتى تمسك. شايفين هلأ هاي أول وحدة كانت، لحتى تمسك تماما بعدين اطلعن. إما بحطهم بمطربان فيه مي وملح، مي مغلية طبعا وملح صخري، أو بملحهم بحطهم بالفريزة وقت بدي استعملهم اطلع حاجتي، وبستعملهم لأي شي بدي اياه. طبعا بذكركم المي مغلية ومبردة يعني معقمة. هلا هون انا عملت منها سندويشات على السخانة، كتير لذيذة طعمتها رائعة. شايفين؟ تاخد العقل وجبات للفطور او للعشاء، وبكرة على السحور. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير برمضان، ولا اطيب من هيك مع الجبس. ولهون بنكون وصلنا معكم لختام فيديو اليوم أعزائي المتابعين، كان جبنة المشللة المحضرة بجبنة الموزاريلا. وبعتذر كتير إني ما حضرت لكم إياها بالحليب التازة بسبب الجو عنا وطعمة الحليب. إذا حسيتوا إني بستاهل اللايك ما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بقناتي، والسلام عليكم.